عندي مقارنة بسيطة بين الميديم سايزد R3 اللي خدناه الحصة اللي فاتت والميديم سايزد فين، والمقارنة دي مش هنقول فيها حاجة جديدة. سيادتك مذاكر من الحصة اللي فاتت الميديم سايزد R3 وهتذاكر الحصة دي الميديم سايزد فين، ممكن تكتب له الميديم سايزد R3 ده في ناحية والميديم سايزد فين ده في ناحية، مبروك هي دي المقارنة. بس هتفصصها له شوية في صورة ايتمز. عندي مثلا الايتمز بتاعتي هتبقى ايه؟ ذاكر الايتمز، خلصت المقارنة معروفة، هكتبها هنا وهمسحها تاني. الايتمز بتاعتي عبارة عن، هو انا خدت غيرهم، تونيكا انتماء، تونيكا ميديا، تونيكا ادفنتيشن، وكان ايتم زياده عشان خاطر الفين الجميل الفالفز. التونيكا انتماء عباره عن ثلاث اجزاء. بتكلم في التونيكا انتماء عن الوول، الجدار بتاع البلود فيسل، بتكلم عن اليومن، اليومن اللي هو الفراغ اللي بيمشي فيه الدم، بتكلم عن الانترنال الاستيك لامينا، ده الارتري اهو باللون الاحمر ميديم سايزد ارتري، وده الميديم سايزد فين باللون الازرق. يعني اتمنى يكون باين في الكاميرا. الايتمز بتاعت المقارنه الجميله بتاعتي ما انا ما اعرفش غيرهم. الشابتر ده كله اصلا ما فيهوش غير تونيكا انتما، تونيكا ميديا، تونيكا ادفنتيشيا، عشان خاطر الفينز زودنا كمان الفالفز. التونيكا انتما بفصصها شويه شوكه وسكينه، يعني خلينا اولاد ناس شويه. قال لك ان هي ما اسمهاش انتما كده، الملف السعد يا بغل انت، اسمها وول واليومن وانترنال الاستيك لامينا. كده انت بقيت شيك، كده انت بقيت ابن ناس. لما اجي اتكلم عن الوول بتاع الارتري بلاقي ان الوول بتاع الارتري تخين ثيك، الوول بتاع الارتري تخين عشان يستحمل الضغط. الارتري بتاع سيادتك لو خدت خبطه ما يتقطعش بسهوله، الول بتاعه تخين عشان يستحمل الضغط الكبير، لود كبير جدا جاي عليه من القلب. على عكس الفين ده بياخد الدم من الاورجانز، وهفضل اقول لك لحد ما اموت ان قوه ضخ الاورجان مش زي قوه ضخ القلب، فالول بتاعه الفين بتبقى ثن رفيعه. بالله عليك مش الول ده تخين، ول تخين بالشكل ده، مش كل ما الول يكون تخين اليومن هيكون اصغر؟ يعني انا لما اقول لك الول ده، شايف اليومن قد ايه؟ عامل زي الول ده، ثانيه، لما احط لك طبقه كمان من الول اليومن صغر. الول كده اليومن كان واسع، لما حطيت طبقه وول تانية اليومن اضيق. فكل ما الول يكون تخين كل ما اليومن يكون نارو، كل ما يكون ضيق. وفي الفين العكس، الول بتاعه رفيع فاليومن بتاعه واسع وايد. الانترنال الاستيك لامينا كانت موجوده وبوفره في الارتري، الارتري استيك عشان يستحمل قوه ضغط الدم فيقدر يتمدد زي ما انت عايز. لكن في النسبه، بالنسبه للفين ما كانش فيه الاستيك لامينا، ده انا شلتها وحطيت مكانها فالفات، لأن قوة ضخ الدم في الأورجن مش زي قوة ضخ الدم في القلب. فالفين مش محتاج إلاستيك لامينا تخينة، ما هو ما بيتمددش قد كده، مش زي الأورتري. ده بالنسبة للتونيكا انتما اللي فصصناها وول واليومن وانترنال إلاستيك لامينا. طب ما تيجي تكلمني عن التونيكا ميديا. التونيكا ميديا زيها زي التونيكا انتما، لو الانتما ثيك فالميديا بتاعة الارتري هي كمان ثيك، وعكسهم الادفنتيشيا بتبقى ثن. يلا خلصان،
هنا الول بتاعه الفين كانت سن، يبقى الميديا سن وعكسهم الادفنتيشيا ثيك. عشان كده كنت بقول لك ان الادفنتيشيا هي الثيكست لاير، اتخن طبقه، لانها تحتوي على لونجيتيودنال لايرز او لونجيتيودنال بارلل لايرز اوف كولاجين اند الاستيك فايبرز. ورجعنا لكم مره ثانيه، كنت بمسح السبوره والحديث عن الاي في انستوموزس، وده سؤال امتحان. يعني ايه اي في انستوموزس؟ كلمه انستوموزس زي ما احنا عارفين يعني وصله، يعني كونكشن. يا ترى وصله بين ايه وايه؟ يا راجل دي اسمها اي في، يبقى هي عباره عن كونكشن بين الارتريول والفينيول. شكرا. دي عباره عن وصله بتبقى في نهايه الارتريال سيستم الارتريول وبدايه الفينيولار سيستم من عند الفينيول. وصله موجوده في منطقه الكابيلاري، سميتها الوصله بين الارتريول والفينيول، سميتها اي في انستوموزس. بما تتميز الاي في انستوموزس؟ بالله عليك هي مش وصله بين الارتري والفين، وصله بين الارتريول والفينيول. يبقى فيها من ريحه الارتري وفيها من ريحه الفين، واخده حاجه من الارتري واخده حاجه من الفين. واخده من الارتري المسل فايبرز الكتير، يبقى تحتوي على مسل فايبرز كتير. وواخده من الفين ان ما فيهاش الاستيك فايبرز. يبقى لما اجي اعرف الاي في انستوموزس، وده سؤال امتحان، هقول له ان كلمه انستوموزس يعني كونكشن، ده دي كونكشن بين الارتريول والفينيول، واخده من ريحه الارتريول وواخده من ريحه الفينيول. يبقى رقم اتنين في التعريف هقول له ان الكونكشن دي تحتوي على لايرز او ماسل فايبرز كتير. ميني لايرز اوف ماسل، او اقول له ماسل فايبرز كتير، ميني ماسل فايبرز. رقم اتنين واخده من ريحه الفينيول انها لا تحتوي على الاستيك فايبرز. وانا في سنكم كنت بكتب جنب اي في انستوموزس زائد نقص، عشان يبقى التعريف جاي كله من بعضه. كلمه انستوموزس يعني واصله كونكشن، دي كونكشن بين الارتريول والفينيول. زائد ناقص يعني فيها حاجه وما فيهاش حاجه، فيها ماسل فايبرز كتير وما فيهاش الاستيك فايبرز، واخده من ريحه الارتريول واخده من ريحه الفينيول. الطريقه اللي تريحك قولها، المهم تكتب التعريف صح. عندي نوعين من الاي في انستوموزس في جسمي. والله الاي في دي ممكن تكون سيمبل بسيطه. انا مخلص. وممكن تكون اورجنايزد، يعني منظمه شويه. يعني ايه الكلام ده؟ انا منتهى. الاي في انستوموزس اللي هي الوصله بين الارتريول والفينيول اللي هي موجوده في منطقه الكابيلاري، والله ممكن تكون وصله منظمه. يعني ايه كلمه سيمبل؟ كلمه سيمبل يعني بسيط، مش منظم، اسف. كلمه سيمبل يعني بسيط. وات ذا مينينج اوف بسيط؟ كلمه بسيط يعني اللعب فيه مش كتير، ما فيهوش تشينجز في الوول بتاعته، عشان كده سموها سيمبل. مفيش تغيرات في الوول حصلت، الارتريول كما هو والفينيول كما هو، ما غيرتش فيهم حاجه، عشان كده سميتها البسيطه، سميتها سيمبل. والله البسيطه دي ممكن تكون تورشس متعرجه الشكل، الوصله بيبقى عامله زي التعبان كده، وممكن تكون ستريت مستقيمه. ده الارتري اهو، وده الفين اهو، هو الفينيول بقى اهو.
الوصلة بين الأرتريول والفينيول ممكن تكون متعرجة، سميتها تورشس، وممكن تكون ستريت مستقيمة. ماذا تعرف عن السيمبل كونكشن؟ السيمبل كونكشن هي أحد أنواع الاي في أنستوموزس، الوصلات بين الأرتريول والفينيول، تتميز بأنها سيمبل بسيطة، ما فيهاش لعب كتير، يعني ما فيش تشينجز في الول بتاعها. ممكن تكون تورشس متعرجة، ممكن تكون ستريت مستقيمة. أمال النوع الثاني اللي اسمه أورجانايزد، وده سؤال أهم من حياتك. تبقى قاعد في أمان الله في الامتحان وتلاقي سؤال بيقول لك ماذا تعرف عن الجلوموس بودي؟ ماذا أعرف عن أنا ما أعرفش يعني إيه جلوموس بودي. أنا كل اللي أنا خدته حاجة اسمها أورجانايزد كونكشن. الأورجانايزد كونكشن ليها اسم اسمه جلوموس بودي، والاسم ده أهميته تكمن في إنه في حاجات كتير في جسمك اسمها جلوموس. عندي حاجة اسمها جلوموس تيومر بيبقى في الودن، وادي عندي حاجة اسمها جلوموس بودي، فمن هنا بتحصل اللخبطة. يقول لك الجلوموس بودي ده في الودن، وانا مش عليا ودن، ده انا عليا فاسكولار. ابو حميد، جلوموس بودي ده الاورجانايزد اي في انستوموزس. ماذا تعرف عن الجلوموس بودي؟ والسؤال ده اهم من حياتك. المهم جلامي ده، خلينا نقول ان هو جلوموس اللي عندنا في المنهج، يعني انا مسكته تنمر من وهو صغير لحد ما كبر. على فكره انا بهزر، ده سكيما، انا ما بتنمرش. جلوموس اللي هو جلامي صاحبي ده كان حته عيل صغير كده، فانا هقول لك ان هو سمول اورجان، يعني عضو صغير عنده عضلات وعصبي وتخنان، محروم على الصابع والودان، بينظم الحرارة والضغط جوه الفان. يا سلام، جلوموس هو سمول أورجان، أورجان صغير. أورجان صغير لذيذ كده، عامل زي جلامي صاحبي جلال وإحنا صغيرين. الأورجان ده متحوط بكونكتيف تيشو كبسول، عنده عضلات، اكتب لسكيما، عنده عضلات عصبي وتخنان. فصص كلمة تخنان يعني ثك، عصبي يعني انرفيتد، كلمة عضلات اكيد يعني سموز مصل، يبقى عبارة عن ثك ريتشلي انرفيتد، في اعصاب كتير، سيركولار سموز مصلز. ده في تركيب الجلوموس بودي، يبقى هو عبارة عن سمول اورجان، جسم صغير محاط بكونكتيف تيشو كبسول، عنده عضلات عصبي وتخنان. فصص الجملة، تخنان يعني ثك، عصبي يعني ريتشلي انرفيتد، يبقى ثك ريتشلي انرفيتد سيركولار سموز مصلز. يتكون من ايه تاني؟ بقول لحضرتك مخروم، وانا اسف في الكلمة، محروم على الصابع والودان، بينظم الحرارة والضغط جوه الفان. إذن الجلوموس سمول أورجان، عنده عضلات عصبي وتخنان، محروم الصابع والودان، بينظم الحرارة والضغط جوه الفان، كلمة سمول أورجان يعني عضو صغير محاط بيه كونكتيف تيشو كبسول، عنده عضلات عصبي وتخنان. ترجم، thick richly innervated circular smooth muscle. بيتكون من ايه تاني؟ مخروم، كلمة مخروم يعني penetrated by arteriole، متخرم بالارتريول، محروم يعني ما فيهوش، ده ما كانش فيه elastic، يا فين، ما فيهوش elastic fibers،
على الصابع والودان، يبقى مكان وجود الجلوماس بادي الصوابع والودان موجود في التبس of fingers and toes، صوابع الايد والرجل، والتبس دي فيها النيلز يبقى موجود في النيل بيد، على الودان يعني موجود في القرقوشه في الاوريكل بتاع الودن، بينظم الحراره والضغط جوه الفان يعني ريجوليت التمبريتشر، ريجوليت البادي تمبريتشر والضغط جوه الفان يعني الفينوس بريشر. اذا الجلوماس اهم من حياتك، هو سمول اورجان عنده عضلات عصبي وتخنان مخروم محروم على الصابع والودان، بينظم الحرارة والضغط جوه الفان. اشوفكم على خير في حصص قادمة. تشاو.